العراقيين يقولون فلان ما يبكي على حسين لكن يبكي على الهريسة، وهالفكرة جاية تتحقق هالأيام خصوصاً برفع شعار حق المكون الأكبر. التخوف من أن يكون هناك صدا للانتخابات، إذا كان هناك صد نعم في المناطق الشيعية نعم سوف يخسر المكون الشيعي الأكبر، كون أن هناك مناطق أخرى لا يكون فيها مثل هذا الصد، محافظات أخرى لا يكون فيها مثل هذا الصد. الصد عن في الدخول الأخوة الناخبين أو ترهيبهم أو تخويفهم أو وجود عدم القدرة الناخبين الوصول إلى صناديق الاقتراع. نريد أن نغير، أن نبني البلد من خلال الانتخابات، تغيير الوجوه الفاسدة، تغيير الشخصيات الفاسدة الفقيرة علميا خدميا، ليس بإمكانها أن تتقدم. أفضل أم نقف أنه الأخوة في التيار أو أي جهة أخرى لا تريد الانتخابات؟ طيب الأخوة حتى يعلم الجميع أن سماحة السيد قال أنا أقاطع الانتخابات، قاطع الانتخابات فقط، يعني لا يريد أن يذهب لا هو ولا جمهوره. طيب. لا يقول أنه أنا سوف أقاطع الانتخابات، أحارب الانتخابات. زين. لم يحارب الانتخابات الرجل. إطار التنسيق يفكر بنظرة قاصعة حسب اعتقادي، هو أنه ينظر بمنظار الفرصة السانحة، يريد إكمال مثلث الهيمنة. هنالك مثلث أضلاعه ثلاث، الأول حينما هيمن التنفيذية بعد انسحاب التيار الصديق، السلطة لا يعني بحكومة شكلها هو، وأيضا سيطر على السلطة التشريعية على البرلمان. الآن أتى دور مجالس محافظات لكي يتم السيطرة عليه. الأحزاب أعتقد حينما خسرت مواقعها تعود بنا إلى خطاب 2006 و2007 إلى آخره، لأنه ما عدا إنجاز ماذا تقدم؟ تعود إلى الخطاب الطائفي، وهذا أمر تعود عليه، لكنه المشكلة المواطن هو بعيد حقيقة عن هذا الخطاب الطائفي. الخطاب تجي عند الطبقة السياسية، ما تجي عند المواطنين بهذه الدرجة. وهو حقيقة خطاب مفتعل، يعني لا داعي حقيقة له. يعني بالواقع العمل اليوم المفوضية الانتخابات استكملت جميع مفردات الجدول العملياتي الخاص بالعملية الانتخابية، يعني حتى ورقة الاقتراع، المواد الحساسة للانتخابات، تدريب موظفي الاقتراع، انتشار يعني القوات الأمنية أجرت ممارسة، يعني جميع المعطيات هي تدل على أنه الانتخابات ماضية في موعدها، والمفوضية يعني حتى التعاقدات الدولية أكملتها، وجميع الاستعدادات الخاصة من قبل الحكومة ومن قبل المفوضية لإجراء الانتخابات، ولا يوجد هنالك أي مؤشر يعني فني أو أمني يدل على نفس الأجهزة الانتخابات.